بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نطيبوا لوبيا حمراء أو فاصوليا، كل واحد كيفاش يسميها. يعني هي مهيش شايحة، طرية كما تشوفوها هذه، يعني ناخذوها كما الجلبانة ولا كما البازيليا، ناخذوها ونقشروها ونطيبوها سهلة، ماهيش صعيبة برشا. هاي هنا قشرناها حضرناها، شوفوا لونها كيفاش يولي. معناها تو شنو المكونات اللي باش نعملوا؟ احنا اليوم باش نطيبوها بالديك الرومي، يعني خذينا 5 أو 6 قطع من ديك الرومي، شويه بصل، باش نستعملوا شويه قارص او ليمون باش نحافظوا على اللون نتاعها. يعني كان ما نعملوا لهاش شويه قارص باش يضيع لونها، باش تولي تكحل شويه. قرون فلفل في الاخر نحطوهم للمطعم، سنينة ثوم، فنجان زيت، شويه مغرفه طماطم، مغرفه ونص هكاكه، وشوية فلفل أحمر. كما تعرفوا الفحات عنا الملح، الكركم، الفلفل أكحل، تابل وكروية، يعني باش نستعملوا معاها الفحات الكل. وتو باش نبداو بال كيفاش باش نعملوا الحاجات الأولى، يعني المراحل الأولى باش نطيبوها. أول حاجة باش ناخذوا اللوبيا والبصل، باش ناخذوا البصل نتاعنا هذا وهذه اللوبيا، نضيف لوبيتنا وبصلنا مقطع نضيف، ونضيف الزيت هذا، بعد ما نضيف الزيت باش نعملو رشة فلفل أكحل، رشة فلفل أكحل شوية مش برشا، ونعملو عصرة قارص، شوية قارص، ونحطوها على النار، لا نعملو ملح لا نعملو فحات لا نعملو حتى شيء، نحطوها على النار شوي باش نحافظوا على اللون نتاعها، كي نقليوها بالقارص تقعد لونها هكاك مخطط شوي. تو نحطوها على النار، ومن بعد نضيفوا اللحم ونضيفوا الفحات الاخرى. تو نخلوها تتقلى شويه، شويه فلفل اكحل وشويه زيت وقارص، نخلوها تتقلى شويه، ومن بعد نضيفوا لها اللحم وشويه كركم، ومن بعد نضيفوا الفحات الاخرى. يعني نخلو هذا يسخن شويه. تو طبعا بعد ما حطينا اللوبيا والبصل مع شويه فلفل اكحل واحد، نحطوا اللحم نتاعنا اللي هو ديك رومي، ونعملوا رشه كركم. والماء نتاعنا ديما حاضر يسخن، اللحم نتاعنا يتقلى، نضيفو الطماطم، حضرنا مغرفة ونص طماطم، شوية فلفل، فلفل أحمر، ونضيف شوية تابل وكروية، ديما الملح ما نستعملوش، كان في الاخر كان بعد ما نمرقو. احنا الماء نتاعنا ديما سخون حاضر، نصب عليها الماء سخون، توا كيف صبينا الماء عليها نحط شويه ملح، نخلوها تطيب على الاقل نصف ساعه على نار هاديه.
هذه الفاصوليا نتاعنا يعني طابت. طيب باش نحطو لها كاين الفلفل الاخضر، خلوها تغلي 5 دقائق ونطفو عليها النار. هذه اللوبيا نتاعنا جاهزة، نحطوها للتقديم. هذه اللوبيا نتاعنا كما شفتوها طابت جاهزة حاضرة، احنا ناكلوها بالخبز، يعني نعدوها المرق نتاعنا بالخبز كما شفتوا، ونجمو نضيفوا لها شويه سلطه، يعني سلطه نيه، وان شاء الله تكون وجبه تعجبكم وتجربوها وصحه وبالشفاء.